جميل عموري بكى ان براس لهذا المخيم بالتصدي، بس يطلعوا عليه كيف واجه سواء آلية عسكرية او مشاة او ها يكون وجه لوجه على الطريقة الرومانية بهابش حدا. أشجع من هيك بني آدم ونخوجي لدرجة لا توصف. بكل اشتباك بتذكر جميل، لأنه هو القائد، هو اللي بقول بك روحوا غاد تعالوا هون جيبوا هذا، كمان هو قائدنا. معروف عندي المقعد هذا هو اللي يجلس عليه جميل، مهما تحركت في البيت بضل خيالي بجميل في هذا المكان. حمل السلاح وتدرب على السلاح واشتغل بالسلاح فترة طويلة يعني، وكانت هوايته، وكان هو ابن لمخيم جنين، لابن البار لمخيم جنين. أهلا بكم من مخيم جنين، حيث نقلب في صفحات الشهداء علنا ندرك بعض سطورها، قصص تخضبت بالدم وشكلت رواسي عزم لا تميد. جميل العموري المقاوم المطارد المشتبك الشهيد، عام على رحيله والذكرى خالدة، وجنين ومخيمها في واجهة الأحداث. نفتح هذه النافذة لنلتقط منها لمحة عن جميل العموري، الابن والصاحب والمقاوم. اليوم مسش جميل عزيزي، لا اليوم مسش جميل حاجة عزيزي. من صغره بيشتري البواريد وبيلعب فيهن بحب هاي الشغلة من صغره، يعني جميل ما شاء الله انه محبوبه صغير ومحبوبه كبير. بغيبات برا يجي ساعة يتحمم ويطلع، يعني مش على طول بشوف اخواني. قبل لا يستشهد بيوم اجى على الدار، يعني كانت الدنيا الظهر، بقى جاي ينام بقول له يما وين رايحة؟ بقول له شو اسمه؟ بقول له طالع مشوار. ولا هو بقول لي طيب انا بدي انام ساعة ساعتين وبس تروحي بالصحيني. رجعت على الدار ما لقيتوش. الضابط رن علي قبل 3 ايام قال له بتجيش عند قرابة تعال تعمل لك مخصوم، وانا حكيت مع محامي خليني احكمك 5 سنين. قال له جميل لا تحكمني سنة بديش اجي. قال له بالدكتور بدي اتكاتل وياه. قال له اقتلني، يعني خلص عرفنا انه بدي اقتله. المهم عنده المخيم يكون كيف صيته عالي، بحب المخيم، عنده المخيم خط كيف يعني زي خط حمار هيك عنده مخيم. كيف يعني انه جميل باقي يساعد الناس وباقي يعمل للناس؟ عمره بحياته ما حكى لي. وجميل من النوع اللي سره له. انخاب اي شيء بتلاقيه اول الناس جميل. احنا كنا نحب ونميزه دون عن الكل. يعني جميل بما انه المطارد الاول اللي احيا هاي الحاله واللي وصل فكره للناس انه ارمي الحجر واحمل بروده، يعني جميل عشان هيك كنا نتعامل معاه اشي تاني. كنا نعرف صوت بارود جميل مع كل اقتحام جيش، يعني في بارود جيش معروف كيف صوتهن وبارود الشباب معروف كيف صوتهن. بارود جميل مميز بالمخيم، كل مخيم جميل بيعرف بارود جميل. كان اول واحد اول ما يطلق النار كان يطلق حبتين ثلاث بالهواء يصحي كل مخيم ينزل يقاوم. وباع سيارته القانونية وعشان يشتري سلاح، وكل مصاري معاشه كان يشتغل فيه عشان يشتري ذخيرة ويوفرها للمقاومة. يعني يجي علي جميل كل اللي بدناش حدا يعرف، او انا بكل اللي بروح اعمل شغله مثلا بساعد ناس بساعد ايتام. جميل رجع ل 2002، جميل احيا ارث الشهداء بمخيم جنين. يعني جميل بكى مستعد بكل ساعه بكل وقت، يعني فيش دخل للجيش الاسرائيلي داخل المخيم جميل ما يتصداش لهم. تكتيك انه بحب يكون قريب من الجيش، لانه الجيش من بعيد بقمصاتهم بجباتهم العسكريه بيكون تقريبا اقوى منا بامكانيات. اما من قريب الجندي يعني صحيح كان متعلم ومتدرب، بس عند قدامنا هون عن قريب مسافه سفر بنسى كل تدريباته. كانت ايام لا تنسى. كان اول الناس اللي وقف معي. ما كنت ترن عليه الا لك يا اول الناس. جميل كان هدفه الوحيد ان الرصاصه اذا ما طلعتش على الاحتلال فبتكون رصاصة غير مشروعة، وكل حبة كانت معاه كانت ملكه الخاص، فيش أي تنظيم كان راح طلب من تنظيم أو كذا ولا آخره، ما كان يطلب من أي تنظيم، كان كل عمله العسكري ضد الاحتلال كان من جيبته الخاصة. جميل قبل تقريبا 2 شهور من استشهاده يعني وصل لمرحلة بده يعرف ايش اللي بده اياه الاحتلال. لعب يومها
ترك تلفوناته في السيارة وراح عند جماعة، وترك تلفوناته بسيارة وغادر المكان مباشرة. فتفاجأ أنه بنفس اللحظة قوات الاحتلال اقتحمت المكان وقامت طبعا تكسير السيارة، وفاتوا على بيت من اللي بحد السيارة طبعا، وفتشوا المنطقة كلياتها وكسروا البيت وخرجوا. كانت ليلة دموية انتهت بارتقاء 3 شهداء، واختطف الاحتلال جثمان جميل الذي لا يزال محتجزا في معتقلة رفيقه الجريح وسام أبو زيد الذي لا يزال أسيرا. ومر عام على هذه الذكرى ولا يزال مخيم جنين على صفيح ساخن لم تبرد فيه دماء الشهداء.